بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في رحلتنا في المالتي كاست ومع النقطة رقم 8 واللي هي البيم أكسبت ريجستر. طبعا حوار الريجستريشن ده بيبقى فين في المالتي كاست؟ بيبقى عند مين؟ عند الار بي، عند الرانديفو بوينت. لما تبقى انت شغال ايه؟ شغال سبارس مود، تمام؟ طيب خلينا نشوف النوتس اللي معانا وبناء عليها نبتدي نقول الموضوع. بيقول لي this is a security feature is configured on the BIM sparse mode rendezvous point and specifies the source that are allowed to register with the RB. يبقى أول نقطة نعرفها عن الـ registration أو الـ accept registration إن هي إيه؟ security feature. من خلالها بقدر من الـ rendezvous point أقول مين السورس اللي هيريجستر عندي ومين اللي مش هيقدر يريجستر عندي وهكذا. بيقول لي the registration is performed by the BIM DR router and every register message contains the original multicast packet which includes the IP address of the multicast source and the group destination address. يبقى زي ما شفنا في الوايرشارك مسبقا ان الريجستريشن مسج بيبقى يونيكاست، طالعة يونيكاست من ال DR بتاع النتورك اللي رايح يعمل ريجستريشن عند ال RB. بيقول له يا عم الار بي ادي السورس اللي هيبعت فلان الفلاني على الجروب الفلاني، ماشي؟ طيب يا باشمهندس تفضل. الدي ار هو عبارة عن جيت واي في الاول والاخير، يعني احنا المفروض السيرفر هو اللي يبعث القائمة هذه، صح ولا لا؟ السيرفر ما بيعملش حاجة. السيرفر انت بتقول له بينج السورس الفلاني، يعني مثلا السيرفر ده كل اللي هتعمله عنده هيقول مثلا هيقول بينج بينج للجروب دوت 6 دوت 6 دوت 6، بس ده اللي هيعمله السيرفر. لكن وظيفة مين ان هو ياخد الجروب ده اللي هو 224.6.6 وياخد الراجل اللي هيبينج ده ويروح يعمل له ريجستريشن عند الار بي؟ وظيفة الدي ار بتاع النتورك، اوكي؟ واحنا قلنا طبعا مين الدي ار، على حسب ايه بنختار الدي ار يا اسلام؟ لما يبقى عندي راوترين هنا اقل، ها مين فاكر؟ فاكر يا باشمهندس، اعلى ماك على اي بي ادرس. اي بي ادرس، طيب ولو قبل الاعلى اي بي ادرس بعدين يتحول للنقطة الثانية. الصوت بيقطع، الصوت بيقطع عندك. هو الصوت كويس؟ انا والله شامع. لا انا سامع كويس على فكرة. الصوت وانا بيقطع شامع عندك علي؟ لا. يبقى انا داخل معايا البيم اسيرشن. اوكي، الاسيرشن غير الدي ار هنا، الدي ار بيبقى اعلى برايورتي، ولو تساوت البرايورتي بيبقى مين؟ اعلى اي بي ادرس في الاثنين اللي مشتركين على نفس الايه؟ على نفس السبنت. طيب نرجع تاني لموضوع الريجستريشن. بيقول لي if the RB denies the registration it sends the BIM register stop to the DR immediately and never builds the SBT toward the source. يعني انا دلوقتي لو ال RB رفض السورس اللي هيريجستر ده بيبعت R1 اللي هو الرنديفو بوينت، بيبعت ل R2 accept a stop register message خلاص، وبيشيل الايه؟ بيشيل السورس ده من الاس بي تي. الموضوع هيمشي ازاي؟ انت بتحط اكسس ليست بتسميها اي اسم عباس، وتقول له بقى ايه مين السورس اللي هيريجستر عندك ومين اللي مش هيريجستر عندك. طبعا الموضوع هنا ماشي باكستندد اكسس ليست. هنا انت بتبرميت مين؟ بتبرميت السورس والوايلد كارد بتاع السورس، وبعدين بتحط الجروب اللي هيتبث عليه الترافيك. طيب تعال نشوف هيتطبق على مين الموضوع ده. ما هيتطبق عند الار بي، هنحطه عند الار بي. طب فكرته ايه بقى على الار بي؟ هقول لك دلوقتي، هنحط لاب عمل يفهمك الصوره كلها، بس ستيل ريمبر اتس جاست ا سكيورتي فيتشر.
we can ماشي match both the source and destination group at the same time. Example, to permit the source blah 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 to send the traffic to group DRB, use the entries whatever, just this one here. To permit the source اللي هو 101 ده اللي هيتكلم to send the traffic to any group via the RB, use the entry blah blah blah, والجروب اي جروب بقى. ماشي حلو. تعال بقى نشوف اللاب اللي معانا هيعمل ايه. هن enable المالتيكاست على كل الراوترز وهنقول ان راوتر 1 هو الار بي، وبعد كده هنشوف ايه هنعمل ايه في القصه دي. ناخد الكوماند تو كوماندز دول نرميهم على كل الراوتر بتوعنا من راوتر 1 لراوتر 12. خلينا نوقف تسجيل ونرجع تاني. اتضحت الرأي يعني كده. حطينا التو كومنتس الاساسيين بتوعنا اللي هو بن انيبل مالتي كاست راوتينج، وبنعرف ان الاجهزه كلها ان الار بي بتاعكم مين راوتر 1. ونبتدي بقى عند راوتر 1 بقى نحط الايه السبارس مود من 1 راوتر 2 Router 3 Router 4. انا بكده عملت ايه؟ عملت enable sparse mode على راوتر 1 الى راوتر 11. كل الراوتر دي شغاله sparse مود، والرانديفو بوينت بتاعهم راوتر 1. طيب على راوتر 1 بقى اللي هو الرانديفو بوينت هنعمل ايه؟ هنقول اني هحط فلتر كده في اكسس ليست، اكستندد اكسس ليست هسميها فلتر، سميها اللي انت عايز تسميه. وجوه الاكسس ليست دي هقول بيرميت مين؟ بيرميت اي بي هوست ال 202 10 1 111 202. هو 111 ده فين؟ هنا سيرفر ده، هنا 111 202 لاي حاجه اني بيرميت اي بي هوست اني. الراجل ده يبعت لاي حاجه. وديناي مين؟ ديناي اي حد تاني في الشبكه دي ان هو يجي يعمل ريجستريشن فوق. يبقى انا سمحت للراجل ده فقط داخل الشبكه دي فقط ان هو اللي يعمل ريجستريشن عند الار بي، فبالتالي الترافيك بتاعه هو فقط هو اللي هينتشر خلال النتورك اذا حد طلبه. واي حد تاني هيحاول ان هو يبعت ترافيك او يريجستر عند الار بي، الار بي يقول له روح العب بعيد، انت مش تبعي هنا، انت روج مالتي كاست سيرفر، انت مارق ما تنفعش. قشطه، فاهمين يا شباب ولا في حاجة مش واضحة؟ اوكي يا باشمهندس. سلام. طيب هروح عند راوتر 1 وهابلاي ايه؟ واقول طبعا ايه؟ يعني انت بتقول له هنا ديناي. ديناي مين بقى؟ ديناي اي حد من الشبكة، شبكة دي كامل، من الشبكة كاملة ان هو يجي ايه يعمل ريجستريشن، هو بس الراجل ده بعينه. وبرميت اي بي اني اني لو اي حد جاني من حته تانية، مثلا الراجل ده عايز يبعت ترافيك على مالتي كاست معين، ما انت لو ما كتبتش السطر ده اللي في الاخر اي حد تاني، طبعا اي اكسس ليست فيها امبليسيت ديناي اني في النهايه، الراجل ده هيمنع اي حد تاني، وانا مش عايز ده، انا عايز بس من الشبكه دي اللي فيها ناس كتير ممكن اي حد كده تزول له نفسه ان هو عايز يبعت مالتي كاست ترافيك او يخش يبعت معرفش ايه بتاع، انا مش عايز الكلام ده. وبالتالي انا حددت بس اكسس ليست بقول ان ده بس داخل الشبكه دي بس اللي يبعت ايه مالتي كاست ترافيك على اي جروب هو عايزه، ده الليجيت بتاعي الشرعي. التانيين دول ايه؟ ما ينفعش يحصل منهم اي حاجه. anyway هاخد الاكسس ليست دي كده، والكومنت طبعا ايه اللي انا هستخدمه في الموضوع؟ اي بي بيم اكسبت ريجستر ليست
وارفق معاها الاكسس ليست دي اللي اسمها ايه، اللي اسمها فلتر. تعالى نعمل ده ونشوف ايه التغير اللي هيحدث. راوتر 1 عملنا ده وطبقناه. تعالى بقى نشوف الراجل ده هيبث ترافيك طبيعي جدا جدا عند على اي حاجة هو عايزها، اللي هو السيرفر 202 ده. شو اي بي انترفيس بريف از 00 202. اوكي هنقول له مثلا ايه، بينج 224.444، ريبيت البنج الى اجل مسمى. تمام. المفروض دلوقتي مفيش عندي مشكلة ان الراجل ده يبعت، صح؟ دلوقتي لو حد حابب يسمع الترافيك هنا، هنروح لبي سي 2 مثلا، تي انترفيس اي 00 اي بي اي جي ام بي جوين جروب، واللي ببص عليه ده هنا 224.44. المفروض ان الراجل ده ايه، يبتدي يسند الترافيك للراجل اللي عمل جوين ده. يبقى اذا ما حصلش اي مشكلة دلوقتي، الامر طبيعي جدا يعني. خلاص ادي اتنين بيستلم اللي هو البي سي 2 تحت اللي ده، وما فيش اي مشكلة. وجيت عند راوتر 7 قلت له دو شو اي بي ام راوت، هتلاقي الامور طبيعية جدا، وده السورس اللي بيبعت على الجروب مالتي كاست ده. طب هنا الفكرة بقى، ان انا لو جيت عند اي بي سي تاني هنا قلت له ابعت الترافيك على مالتي كاست معين، ايه اللي هيحصل؟ اولا دروب نخش هنا الار بي هيرفضه، ده فاضي اصلا مفهوش اي كونفيجريشن. anyway اوكي خلي الراجل ده بقى ايه، يبنج دو بنج 226.6.6.6 وريبيت البنج 224 يا باشمهندس، مش مشكلة، لا احنا هنبص على اي حاجة، مش فارق. اوكي الفكرة، هل بي سي 70 ده مسموح له ان هو يبعت ترافيك داخل النتورك بتاعتنا دي دلوقتي؟ انسر مي، لا مش مسموح له. اللي مسموح له فقط مين؟ لا ندرب ال 102 ال سيرفر 202 فقط. ده السيرفر ده بس. تعال نشوف، بص ار 1 هيطلع لك رسالة كده جميلة يعني ينشرح لها صدرك. الرسالة بتقول هنا invalid source registration received register from this man من 12 for the IP address of the PC here اللي احنا طالعين منه ده على الجروب ده، not اقرا كده not allowing to be RB. انا مش هبقى RB للراجل ده، الراجل ده يشوف له RB تاني غيري، انا مش هشتغل معاه. فهو كده رفض الايه يا علي، رفض الريجستريشن بتاعت الراجل 70 وبناء على الاكسس ليست اللي احنا حطيناها هنا، اللي بتبرمت فقط السيرفر ده ان هو يبث الترافيك، وباقي الناس اللي موجودين هنا ايه، ما يعملوش اي حاجه. اوكي اوكي يا باشمهندس، بس هذاك الاي بي من وين يا باشمهندس؟ انهي اي بيز؟ الذي اخره 12 ده الراجل ده اللي هو ايه. الدي ار، مش ده الدي ار بتاعهم اعلى اي بي ادرس؟ هاي اوكي فلما هو عمل الريجستريشن طلعه من السورس ده.
والسورس ده الاي بي بتاع الانترفيس دي. يعني انت لو رحت صح. للراوتر 12 دي شو اي بي انترفيس بريف ل اي 00 اهو ده الاي بي اللي انت شايفه صحيح. ده الدي ار هو اللي مطلع ريجستريشن مسج. مثال اخير، الراجل ده لو عمل حب يعمل ريجستريشن عادي، عادي مفيش مشكله، ان الاكسس ليست هنا على راوتر الار بي بتقول بيرميت اني بعد ما تسمح للراجل ده في الشبكه الفلانيه امنع كل حاجه في الشبكه دي تانيه، وبعدين بيرميت اي حاجه تانيه. فلو راجل ده اللي هو السيرفر ده حب يبعت ترافيك it's okay nothing will happen. 227.7.7.7 وريبيت البنج 10 مرات، هتلاقي لو عملنا جوين عند بي سي 2 227.7.7.7 هتلاقي الامور طبيعيه جدا، والراجل ده المفروض ايه يوصل له الترافيك. الامور واضحه؟ اوكي زي الشمس. الله ينور عليك. اوكي يبقى دي فكره الايه الاكسبت ريجستر، وانت ازاي بتتحكم فيها، مين السورس اللي يجي ايه يعمل ريجستريشن ومين لا. السلام عليكم ورحمه الله.